لعبة كرة المستنقعات. وقد ظهرت هذه اللعبة في مدينة بيشوب شمال شرق إنجلترا. يتم ممارستها في الأراضي الطينية والمستنقعات، واستخدمت في البداية كنوع من تمارين للرياضيين والجنود. وبعد فترة أقيمت البطولة عام 1998 بفنلندا. وحالياً يوجد 200 فريق لكرة قدم المستنقعات حول العالم. وقد شارك حوالي 5000 لاعب في بطولة العالم عام 2005.